أبي سائق شاحنة، ومنذ زمن كان عائدا من السفر، فتعلقت بالشاحنة من الخلف بنت صغيرة فاصطدم رأسها بحديد الشاحنة وتوفيت. فهل على أبي شيء في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة النظر في الحوادث وما يترتب عليها، حوادث السير وما يترتب عليها من وفيات أو إصابات، مرجعها إلى المسؤولين وإلى القضاة في المحاكم، ولكن بحيث القاعدة العامة إذا كان للسائق تسبب في الحادث ولو بنسبة ضئيلة فإنه يكون عليه الكفارة، بقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا، إلى قوله تعالى: من لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتكون الدية على عاقلته، لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، وأما الكفارة فهي عليه. وأما إذا لم يكن منه تسبب في الحادث وليس عليه أي نسبة من الخطأ فليس عليه شيء، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.